نافذة المستهلك برنامج إذاعي توعوي يتم إعداده وتقديمه بالتعاون مع المختصين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الجمهور، ليكون بمثابة تواصل أسبوعي بيننا وبينكم في سبيل تأصيل ثقافة استهلاكية سليمة. نافذة المستهلك. المساء عليكم بالخير أعزائنا المستمعين، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة المستهلك، واللي تعده إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. من خلف الميكروفون اليوم معاكم صفاء صفر وزميلتي فاطمة محمد. نرحب فيكم مستمعينا، وهذه الإطلالة الجديدة لمواضيع جديدة تخص المستهلكين من خلال نافذتكم الأسبوعية، اللي نطرح من خلالها أبرز قضايا المستهلكين والحلول المطروحة لها. ومثل ما عودناكم مستمعينا، نافذة المستهلك هو منصة توعوية مبنية على قضايا واقعية من صلب عمل إدارة حماية المستهلك اليومي، ونحاول من خلال هذه المنصة أن نسلط الضوء على القضايا اللي تخص تعاملات المستهلك والقطاع التجاري أيضا، وكيفية التعامل الأمثل مع هذه القضايا. فقرتنا الأولى اليوم هي قضية وحل، وتليها بإذن الله فقرة مستشارك. فاصل ونواصل معاكم. عزيزي المستهلك، في حال رصدكم لأية مخالفات في الأسواق، يمكنكم التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 1700-7003. قضية وحل. يا هلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين، ونبتدي معاكم الحين فقرة قضية وحل. قضيتنا اليوم تهم الحريم والبنات بالدرجة الأولى، لأنهم الفئة الأكبر اللي ممكن تطلب هذه الخدمة اللي بنتكلم عنها اليوم. القضية صارت في أحد الصالونات النسائية، لما طلبت الزبونة أنهم يصبغون شعرها، وبعد ساعتين من وضع خلطة الصبغ على الشعر حست الزبونة في حرارة في فروة راسها، وبعدها بيوم الزبونة اغسلت شعرها، لكن حست بأن الحرارة قاعدة تزيد ما تقل، والمشكلة أن أيضا حست أن وجهها صار في انتفاخات في أجزاء معينة، وطبعا هذا الشيء حسته أنه كان في مضاعفات بفعل الصبغة اللي أثرت على البشرة والجلد أيضا. طبعا نشكرك أختي صفاء على تسليط الضوء اليوم على هذه القضية، لأن بحكم زياراتنا المتكررة للصالونات النسائية احنا أكيد بنكون معرضين حق مشاكل كثيرة يمكن نكون غافلين عنها. المشكلة أن هاي المشاكل ما تنعكس بصورة ممارسات خاطئة أو قرارات تخل في حق المستهلك، إنما تمتد أيضا لصحة الفرد للأسف، مثل ما سمعنا في قضية المشتكية اليوم. لكن من المسؤول اليوم؟ هل الصالون يتحاسب؟ هل الموظفة اللي قامت بصبغ شعر الزبونة، أو هل هي الزبونة نفسها اللي يمكن ما أخذت معلومات كافية عن المنتج قبل قبولها باستخدامه على شعرها؟ نعم طبعا، كل اللي تفضلتي فيهم اختي فاطمة يعتبرون أطراف مشاركة في المشكلة، لأن الضرر يعتبر بليغ في حد ذاته، لأنه أثر على صحة الزبونة وقاعد يوصل لمضاعفات أكثر يوم بعد يوم. وإذا بنستكمل حيثيات القضية معاك اختي فاطمة ومع المستمعين، طبعا المشتكية عقب ما لاحظت الانتفاخ اللي حصل في وجهها وأيضا الحرارة المتزايدة اللي شعرت فيها في فروة راسها، قررت أنها هي تروح المستشفى وتستشير الأطباء المختصين في حالتها. وبعد عمل الفحوصات اللازمة، قال لها الطبيب بأن من المحتمل أن يكون حدث تسمم بسبب الصبغ اللي استخدموا لها، أو أن الصبغ كان منتهي الصلاحية، أو يمكن يعني الموظفة في الصالون يعني وضعت مادة قوية داخل الصبغ أدت إلى حرق فروة الرأس. بعدها الزبونة زارت الصالون ويعني خبرتهم بالوضع اللي صار لها والمضاعفات اللي حصلت لبشرتها،
اللي صار أن يعني الزبونة طلبت أنها تشوف المنتج عشان تختبر أو تتأكد من تاريخ صلاحية المنتج، ولكن الموظفين رفضوا ورفض تام التعاون مع الزبونة. نعم طبعا هذه الأسباب أعزائنا هي مجرد افتراضات، ولكن أختي صفاء أنتوا كجهاز حكومي مسؤول عن البت في الشكاوى بحسب القانون والعرف، أعتقد كل المستمعين اليوم يبون يعرفون شلون تصرفتوا مع هذه الحالة عشان يقدرون يتفادون الوقوع فيها في المستقبل. طبعا أختي فاطمة، مثل ما وضحنا في حلقات سابقة أن مسؤولية حماية المستهلك هي مسؤولية تكاملية، لا تقع فقط على عاتق حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وإنما هي مسؤولية تعاونية بين عدد من الجهات الحكومية في البحرين. قضيتنا اليوم سببها الرئيسي هو تاريخ صلاحية المنتج نفسه أو المكونات الغير صالحة للاستخدام اللي كانت تتكون منها هذا المنتج، وهذه الأمور لا تقع من ضمن اختصاصات إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وإنما تقع من ضمن اختصاصات إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة. وبدورنا طبعا احنا قمنا بالتنسيق مع المعنيين في إدارة الصحة العامة وزودناهم بالتفاصيل المتعلقة بالشكوى وحيثياتها، وأيضا يعني المعلومات المتعلقة في هذه الشكوى لاتخاذ الإجراء المناسب من طرفهم والفوري طبعا للتحقق من الموضوع والنظر في نتائجه. نتمنى أن وزارة الصحة تخذت الإجراءات اللازمة عشان تحل هذه المشكلة. أعتقد أيضا أنها قضية لابد أن كل أصحاب الصالونات وأيضا الزباين أنهم ينتبهون لها، وأعتقد أن البنت قبل الموافقة على وضع الصبغة على شعرها لازم تكون على دراية تامة بماركة الصبغة ونوعيتها ومكوناتها وطريقة استخدامها. أيضا في شغلة أنه يعني ممكن أن هي يعني تقوم بتجربة عينة من الصبغة على مثلا بشرتها أو على مثلا فروة الشعر عشان تتأكد أنه ما فيها مثلا حساسية من نوع معين من الصبغ، وأيضا تاريخ صلاحيتها بالدرجة الأولى، لأن إدراكها بهذه الأمور راح يجنبها الوقوع في مشاكل مثل اللي أوقعت فيها، وأيضا تبعات كثيرة في المستقبل مثل ما شفنا في قضيتنا اليوم. للأسف ممكن أن هي تأثر على صحتها، على شكلها، حتى على نفسيتها. كل اللي تفضلتي فيه أختي فاطمة صحيح 100%، ونضيف على هذه المعلومات معلومة استجدت بعد التحقق من الموضوع، تبين لنا أن الزبونة كانت حاطة في شعرها حنة قبل فترة بسيطة من زيارتها للصالون ووضع الصبغة على شعرها، وبالرغم من أن الشكل الظاهري يبين أن راح تأثير الحنة على شعر الزبونة، لكن نتيجة المختبر بينت أن كان هناك لا تزال بعض المناطق المصبوغة في شعرها ببقايا آثار الحنة، وسببت بالمقابل ما ظهر عندنا في الشكوى من مضاعفات والمشاكل اللي صارت حق الزبونة. نعم مثل هذه الشكوى بالذات فيما يخص الصالونات المنتشرة بكثرة في المناطق، وأيضا تفاوت مستويات الخدمة المقدمة فيها، تضغط على المستهلك نحو ضرورة التعامل مع المحلات اللي لها سمعة جيدة، لها مستوى عالي من الاحترافية في التعامل مع المستهلكين، وتعطيهم معلومات صحيحة عن المنتجات اللي يستخدمونها، لأن هذا طبعا حق مكفول يعني للشخص في قانون حماية المستهلك ضمن الحقوق الأساسية المذكورة في المادة الثانية من قانون حماية المستهلك. الأمر الآخر أن المستهلك عشان يحصل خدمة صحيحة لابد أنه يعطي معلومات صحيحة للي يقدم الخدمة علشان ما تحصل مثل هذه المشاكل ومضاعفاتها اللي لا سمح الله قد يمتد أثرها لصحة الإنسان. بالتأكيد، وبدورنا طبعا نتمنى للجميع الصحة والسلامة. فاصل مستمعينا ونرجع معاكم عشان نكمل فقرة مستشارك. عزيزي المستهلك، هل تعلم بأن عرض عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في المحل أو تضمينها في أرصدة الشراء تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك؟ مع تحيات إدارة حماية المستهلك 1700 7003.
مستشارك. رجعنا لكم مستمعينا ونواصل معاكم فقرات البرنامج، واليوم راح نستضيف معاكم في فقرة مستشارك الأستاذ محمد الحداق، رئيس قسم مراقبة الأغذية في وزارة الصحة، اللي راح يحدثنا عن موضوع يهم جميع المستهلكين بجميع الأعمار، لأنه يركز على موضوع الرقابة على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وشنهي آلية العمل المتبعة في وزارة الصحة من حيث مطابقة مواصفات ومكونات المنتجات في الأسواق. نرحب فيك أستاذ محمد، وسعيدين بلقائك معنا في البرنامج. مساكم الله بالخير، ويا هلا وسهلا فيكم، مشكورين على هاي الاستضافة. حياك الله معنا أستاذ. طبعا أستاذ محمد، لا يخفى على الجميع أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين جزء لا يتجزأ من واقع عملكم اليومي، ولا يخفى أيضا على المستمعين أن الأطعمة الفاسدة أو المنتهية تشكل اليوم خطر كبير علينا وعلى صحتنا وصحة أطفالنا بشكل عام. فلو في البداية تتفضل أستاذ محمد وتعطينا نظرة سريعة عن دور وزارة الصحة في الرقابة على الأغذية المنتهية والغير صالحة للاستعمال في الأسواق. نعم، بلا شك أن حكومة البحرين في الحكومة الموقرة تهتم بموضوع السلامة الغذائية، لما هي التأثير الكبير على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. في نفس الوقت تقوم وزارة الصحة مسؤولية الرقابة على الأغذية ممثلة بقسم مراقبة الأغذية، نعم، سواء للأغذية المستوردة أو المصنعة المتداولة محليا. الرقابة تكون على تواريخ الصلاحية كمعيار من مجموعة معايير تقييم صلاحية الأغذية يجب مراعاتها أثناء مزاولة عملية الفحص والرقابة. في نفس الوقت تتم الرقابة على البطاقة الغذائية بكل ما تحوي من متطلبات مع الفحص الحسي الظاهري للمادة، نعم، والفحص المختبري للوقوف على مدى صلاحية المادة الغذائية من عدمها. وبالتالي يقوم الأخصائيين الصحيين بقسم مراقبة الأغذية بكافة أوجه التقييم المطلوب للمادة الغذائية. نعم، طبعا أستاذ محمد تحدثت عن الرقابة على البطاقة الغذائية، ولكن ما هي الآلية التي تتبعها أو يتبعها قسم مراقبة الأغذية في عملية مطابقة مواصفات هذه المنتجات اللي تطرح في الأسواق مع المكونات الحقيقية لها؟ نعم، قبل عملية المطابقة الميدانية للسلع، وزارة الصحة لها دور أساسي في عملية الإعداد الفني والتشريع لكافة المواصفات واللوائح الفنية للمواد الغذائية. هي هاي الشيء بالتعاون المثمر المستمر مع الأخوة بإدارة المواصفات والمقاييس، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. تجي بعدها عملية التطبيق العملي الميداني لهذه المواصفات واللوائح. النسبة العظمى من المطابقة للمنتجات الغذائية بالمواصفات الخاصة بها قبل التداول في الأسواق تتم في منافذ الاستيراد الثلاثة المعروفة لمملكة البحرين، وهي ميناء الأمير خليفة وجسر الملك فهد والشحن الجوي مطار البحرين، لأن النسبة العظمى من احتياجات المملكة هي من الأغذية المستوردة من خارج البحرين. في نفس الوقت اللي يتم في عملية المطابقة للمنتجات المحلية في معامل تصنيعها، يعني قبل لا تنزل الأسواق يتم المطابقة في المصانع والتأكد مطابقتها المواصفات وصلاحية الاستهلاك الأدمي، نعم، قبل عرضها في السوق المحلي. نعم، طبعا هذه جهود ثنائية جميلة تشكرون عليها بينكم وبين الأجهزة التنفيذية في البحرين، ولكن أستاذ محمد لابد من وجود آلية أو أطر قانونية تنظم هذه العملية وتسهل أيضا عليكم تنفيذ الرقابة على الأسواق في هذا الجانب. فلو تكلمنا عن هذه الأطر القانونية، بالإضافة إن كان يعني وجود أو وجد مخالفين، ما هي العقوبات التي تنفذ بحقها؟ طبعا كل عملية رقابية لابد تحكمها أطر قانونية، الأطر القانوني اللي يتبعها الصحة العامة أو قسم مراقبة الأغذية ممثل بقانون الصحة العامة وفي نفس الوقت قانون الأغذية المستوردة.
بالإضافة للقرارات المنفذة لهي القوانين لتحكم عملية الرقابة على الأغذية المحلية منها والمستوردة. أما العقوبات فهي تفاوت هذه القانونين بناء على المخالفة وحجمها وطبيعتها. يتم التدرج في العقوبات في بعض المخالفات من الإنذار بالغرامة المالية إلى الغرامة المالية إلى الغرامة المالية المضاعفة إلى الإنذار إلى الغلق الإداري. في بعضها يرفع للنيابة في بعض الحالات لا يتم التدرج، يعني ما نأخذ بالتدرج وإنما يتم الإجراء بفرض العقوبة الأشد نظرا لحجم المخالفة وطبيعتها. نعم، إذن يعني تعتمد العقوبة على حجم المخالفة وليس يعني التدرج اللي تفضلت فيه، يعني الغرامة بعدين غرامة بعدين مضاعفة أو إلى وصولا إلى الإنذار المغلق. صحيح. نعم. إذن يعني أستاذ محمد، كونك أنت معني في هذا الخصوص وأيضا من خلال تعاملك مع يعني أكيد واجهتك حالات سابقة من مخالفات أصحاب الأعمال، ممكن نعرف المستمعين بعض القصص اللي صارت لضبطيات الأغذية المنتهية، شلون تعاملتوا معها كفريق مختص؟ نعم، بحكم عملنا اليومي مراقب الأغذية يعمل كافة الضبطيات الأغذية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لأن لا يعني فقط انتهى صلاحية هي يعني من الضبطيات، هي أكثر من ضبطية تؤدي لعدم صلاحية المادة الغذائية، نقوم بمصادرتها وتلافى ويتم هارح العملية تحت إشراف مباشر من الأخصائيين طبعاً للكميات اللي تبدأ في منطقة الإتلاف في منطقة عسكر أو الكميات الكبيرة التجارية أو الكميات الصغيرة اللي تلف برامي البلديات. ومثل ما وضح السابق والسؤال السابق، يتم التعامل مع هاي المخالفات بناء على حجم وطبيعة المخالفة. نعم طبعا جهودكم واضحة أستاذ محمد ونشوف أثرها ولله الحمد، إن يعني من خلال أسواقنا حيث تخلو أسواقنا من الممارسات اللي قد نجدها أيضا في بعض الدول اللي تقوم مثلا ببيع الأغذية المنتهية الصلاحية أو المواد المنتهية، وهذا إندل فأكيد يدل على اهتمامكم وتفانيكم في خدمة الوطن والمواطن. في النهاية سؤال أخير أستاذ محمد، هل من نصيحة تفيد فيها المستهلكين قبل أن يقوم المستهلك بعملية شراء أي منتج؟ نعم، دائما في مراقبة الأغذية نوجه النصائح للمستهلك بأن يكون الشراء لهي المنتجات والمنتجات الغذائية بشكل عام من أماكن مرخصة. نعم. ما تكون في معروضة في الشوارع أو في أماكن غير مرخصة، بالإضافة لمراعاة تأكد من تواريخ الصلاحية لها والحالة العامة لمعلبات مزعجة أو خفصة أو منتفخة. ويجب عدم شراء أي أغذية معلبة درجات الانتفاخ أو الإصابة بالصدى أو بها يعني تغير في المادة الغذائية أو مخزنة في أماكن مخالف إلى المطلوب في أماكن تخزينها. نعم طبعا احنا نتمنى من جميع المستمعين اتباع هذه النصائح اللي بالتأكيد راح تساعدهم في المحافظة على صحة وسلامة أهلهم وأطفالهم، وأكيد كلنا لاحظنا مستمعينا بأن النصائح اللي قدمها أستاذ محمد سهلة التطبيق وما تأخذ من وقتنا وايد، ولكن الوقاية خير من العلاج، أكيد بدون شك راح تحمينا كمستهلكين بشكل كبير. في ختام هذا اللقاء معك أستاذ محمد الحداق رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، نشكرك على هذه المعلومات واللي دائما يعني نتمنى أن هي توصل للمستمعين لكي تعم الفائدة أكيد لهم. الشكر نعم. موصول لك أستاذ. نعم شكرا أختي على هاي الاهتمام، وخاصة شيء يتعلق بكافة طبقات المجتمع اليومية. إذن مستمعينا حلقة جميلة وغنية بالمعلومات جمعتنا معاكم، ونتمنى أن احنا قدرنا نفيدكم بكل ما كان بوسعنا في حلقة هذا الأسبوع. إن شاء الله اللقاءات تتجدد معاكم في الأسابيع القادمة، ومعلومات ولقاءات ومواضيع أكثر في حلقات قادمة بإذن الله من برنامجكم الأسبوعي نافذة المستهلك. أطيب تحية تقبلوها منا وإلى اللقاء. هذا البرنامج من إعداد إدارة حماية المستهلك، من تقديم فاطمة محمد وصفاء صفر، والإخراج محمد نعمة.